تيجي بقى قرر اعترف بس خفيفه النهارده والله. الاعداد واضح انت مدلعه وايه شايلين لك حاجات كتيره يعني، فانا سبت له المره دي، لكنه شادي يستحق. قرر اعترف مع كابتن شادي محمد. كابتن شادي محمد، تقر وتعترف انك اتفاجئت بقرار الكابتن الخطيب بتاعينك مشرف على الكره النسائيه بالنادي الاهلي؟ اتفاجئت جدا جدا، بس كلماته كانت مؤثره بالنسبه لي. نعم. دعمه مؤثر جدا بالنسبه لي، وانا بوعده على الهوى قدام الملايين من الاهلاويه، بيتبذل مجهود كبير جدا وهيتبذل قده اضعاف. نعم. علشان اكتسب ثقه النادي الاهلي وثقه حضرتك. نعم. وكانت مفاجاه. طبعا كانت مفاجاه، لكن في الاول وفي الاخر هكرر تاني كلماته اللي دي صعبة جدا، مسماها عند البعض ممكن يقلل منها، ولكن خد بالك عشان دي صعبة جدا جدا. تقر وتعترف انك من اللعيبة اللي دخلوا منتخب مصر في عصره الذهبي بالمجاملات؟ اعترف ان انا اتظلمت كتير جدا. ظلمت؟ كنت بلعب مع كل مدرب اجنبي، 6 مدربين. مع كابتن حسن شحاتة اخدت الفرصه الحقيقيه في 2008، ولما اداني الفرصه لعبت كل الماتشات ما شاء الله. لكن قبل كده كان بطوله افريقيه مع المنتخب، بطوله 2008 والبطوله العربيه مع الكابتن حسن برضو. بس اتظلمت في اوقات كتير جدا. في وقت المدربين الاجانب ولا الكابتن حسن؟ لا لا لا، ف مع الكابتن حسن في الاول في 2007 البطوله اللي كانت في مصر دي، ضم ناس ما كانتش بتلعب وانا كنت بلعب. 2006 مش 2006. قلت 2007 ولا فضمني 2007 في اخر 2007 السيزون ده كنت عامل بس لعبت في 2008. لعبت في 2008. فبالعكس انا ولا بقبل اروح مكان مجامله ولا في اي مكان شغل، لكن فعلا كنت استحق. بس كان يعني ظلمت ولم تجامل؟ ظلمت جدا. طيب تمام، عشان بس الفقره سريعه شويه. تقر وتعترف انك كنت سعيد بصدام جوزيه مع الحضري بقيت كابتن الاهلي؟ بالعكس، عمري ما كنت سعيد في حاجه زي كده، لان في الاول وفي الاخر انا بحترم زمايلي وبحترم المدرب. بس رولز. انت بتحترم الرولز. هل مثلا لو كان حد تاني كان هيبقى ما هو الراجل قال مين اللي بعده في الترتيب؟ فانت رفعت ايدك. لكن في الاول وفي الاخر لو كان حد تاني قبليه كان هو اللي هياخدها. لكن اللي انا عايز اقوله بس في الجزئيه دي، ان ده شرف طبعا، وانت اتحطيت مع عظماء اللي كانوا كباتن النادي الاهلي. يا كابتن شوبير، فدي حاجه تبقى تسعدني. قعدت كام سنه كابتن الاهلي؟ 7 سنين. تقول وتعترف انك كنت بتشعر بالغيره من نجوميه وائل جمعه؟ بالعكس، انا وائل اخوات جدا واصحاب. ما فيش ما بيننا الكلام ده خالص. وائل عملنا مباريات كبيره مع عماد النحاس، مع احمد السيد، مع رامي، مع محمد سمير. احمد السيد ده مش واخد حقه، دي حقيقة والله. لا، نجم جميل ولاعيب فايتر وحاجة محترمة حقيقة. أنا طبعا هستضيفه قريب، لكنه فعلا يستحق كل خير، والناس بتتكلم عنه كويس. لعيب راجل مش أوي. مطلوب من السيرفيباك يعمل سرعات ودي اللعب على ميسي. دي قطع ميسي في الآخر. أنا عمري ما قطع ميسي في الآخر، قال له هات له التيشيرت، قال له لا طلعتني كتير. مرة لعب تقسيمة وكان بيضرب جامد جدا، فمانويل ضدنا عامل المدافعين ضد المهاجمين وبيلعب مع المهاجمين، الكره جايه علي راح شاله من على الارض، شال مانويل نفسه. هو مانويل كان بيقول له ميسي، قال له يو نوت ميسي. تحياتنا للكابتن احمد السيد. تقر وتعترف انك انت واحمد السيد بقى لسه بتكلم عنه كويس، بتتحملها مسؤوليه خساره الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا 2007 قدام النجم الساحلي؟ لا خالص، ما فيش. بالعكس، احنا الماتش ده اتطرد فيه عماد النحاس. بالظبط. واللي انا عايز اقوله، احنا اتظلمنا تحكيميا ظلم باين في المباراه دي بالتاكيد. بس الجميل زي ما انت قلت ان رميته ورا ظهركم وبصيت في اللي جاي. تقر وتعترف انك شعرت بالصدمه من طريقه رحيلك على النادي الاهلي؟ اللي كلمني بقى فاكر المكالمه طبعا؟ ايوه، كان قبلها انا اللي كلمت. ايوه. فقلت لي هيئ نفسك، في قرار طلع كذا. قلت له كابتن اكيد انا الحمد لله حققت حاجات كتير، فنصيب بقى خلاص. قلت لي كابتن حسام هيجي لك. مظبوط. وكابتن حسن حمدي تقديرا ليك بعته يتكلم معاك وكده. كان الكابتن حسام بقى مدير فني. دي حقيقه. وحضرتك وراح لشادي البيت. دي حقيقه. نعم. مش اتصدمت. بص يا كابتن، هقول لك على حاجه بجد بجد، يعني اللي هو ايه، احيانا بتبقى نفسك في حاجه واحده. اللي هو
المشهد وانت ماشي خلاص انا اوريدي خلاص مشهد الوداع يبقى كويس. مشهد الوداع اللي هو وسط جمهورك ولاعيبتك وتشربوا حاجه مع بعض وتتكلموا وتودعهم بشكل كويس جدا. لكن في الاول وفي الاخر انا بقول دايما الرزق لما يقف خلاص. ما تقوحش وما تتكلمش كتير. ارضى باللي ربنا كتبه علشان الكلمه هنا بتبقى فارقه عند المسؤول وعند الجمهور. يا تبقى موجود خارج من الباب الكبير يبقى صعب دخولك النادي الاهلي. على كلمه ارضى دي هو في حكمه جميله جدا انا دايما باخدها قدامي كده. يا ابن ادم ارض بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. دي حقيقه. تقول تعترف انك كنت تقبل بالحصول على اقل عقد مالي في الاهلي خوفا من الاستغناء عنك؟ لا لا ما بص يا كابتن الحمد لله رب العالمين. انا هقول لحضرتك انا كنت من اقل العقود وبلعب كل الماتشات حتى في التجديد الاخير وده اللي كان بيهمك. والله العظيم والله العظيم على فكره والدتي من خلال حضرتك انا بشكرها جدا. ربنا يشفيها لك. انا عارف انها تعبانه انت سافرت لها كذا مره في اسكندريه. ربنا يا رب دايما اشوفها بخير دايما يا رب. القناعه لما تبني من اسرتك تبني عندك الرضا فالجنيه في جيبك تلاقيه مليون. هي كده. انا استغرب على فكره كابتن. انا استغرب جدا ساعات فاقول لها الظروف دي انت ازاي ما بتقوليش كذا تقول لي والله ده انا متبقي معايا الحمد لله. اللهم صل على النبي. فانت الحمد لله واخد الموضوع ده بقى دور البركه. دي حقيقة. دور البركه. انا خلصت. كان في قرعه اعتراف جديده بس خلاص احنا كده خلصنا.